الله ورعاية شوطنا الخامس عشر ينطلق هذا الشوط مجاهدنا الكرام الذي خصص للتحديات والمنافسة. ناخذ المركز الأول الوثبة إذن للزفنة بن مسلم بالزفنة العامري يقدم لنا الوثبة على المركز الأول. المركز الثاني تتواجد الظبي محمد بن علي بن حبيب الهاشمي والمركز الثالث الجزيرة لحميد بن عتيد بن محمد بن عبد الله بن ضاحي والمركز الرابع رابع المراكز تتواجد مشاهدينا الكرام هملولة لحربي بن طشة بن دعيلم العامري تتواجد على المركز الرابع ولكن الوصول مشاهدينا الكرام مع تقدم ووصول حل لراشد بن سعيد بن محمد المهيري يقدم لنا حل على المركز الثالث والمركز الرابع اذا المركز الخامس على المركز الرابع اما المركز الخامس شعار بن ذعيلب وصلت في هذه اللحظة وتقدمت مشاهدينا الكرام سيد محمد بن سهيل بن عويضان يقدم لنا هذا الحضور والتواجد من قبل ايضا الشاهنية على المركز الخامس في هذه اللحظة. هكذا التحدي نعود الى مقدمة الشوط والى الوثبة بالمركز الاول. Yeah.
نعود مع مقدمة الشوط ومع البداية مع صدارة إذا هذا الشوط حل لراشد بن سعيد بن محمد المهيري مسيطرة بالمركز الأول وبمقدمة هذا الشوط المركز الثاني التواجد من الوثبة للزفنة بن مسلم بن الزفنة مسيطرة على المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز الجزيرة عتيج لسيد حميد بن عتيج بن محمد بن عبد الله بن ضاحي ولكن الوصول من مشكور سهيل بن سالم الكعبي على المركز الثالث المركز الرابع ولكن المقدمة البداية المركز الأول السيطرة مع حل المسيطرة على القيادة حل على البداية تبغي تحل نتيجة هذا الشوط لمالكها سيد راشد بن سعيد بن محمد المهيري على قيادة الشوط ما حركها أبو سعيد على القيادة وعلى الصدارة مسيطرة بناموسي هذا الشوط مندفعة بالمركز الأول وصلت مشكورة من الأسماء القوية من الأسماء أيضا الأسماء المرشحة على المركز الثاني الوثبة بالمركز الثالث لسيد الزفنة بن مسلم بالزفنة حل ومشكورة على المقدمة على البداية على الصدارة على المركز الأول يا سلام حل لا زالت حل ومشكورة لسيد سهيل بن سالم بن راشود وحل على المركز الأول ومشكورة هناك على المركز الثاني حل صامدة مشكورة حل والوثبة حل ومشكورة وحل لازالت حل على القمة مشكورة قيرت مشكورة انطلقت مشكورة على المركز الأول مسيطرة بناموسي هذا الشوط سهيل بن سالم بن راشود بدأت تتسلل على مقدمة الشوط حل على المركز الثاني عادت على المركز الثاني ولكن مشكورة وحل مشكورة الرقص الثنائي مشكورة حل ومشكورة واللحظات الأخيرة مشكورة لازالت مشكورة على القمة مشكور يا بن راشود سيد بن سالم بن راشود مشكورة تفوز بهذا الشوط تهانينا والناموس المركز الثاني لسيد راشد بن سعيد بن راشد المركز الثالث لسيد المركز الثالث مشاهدينا الكرام للسيد الزفنة بن مسلم بالزفنة المركز الرابع انضمت على المركز الرابع مشاهدينا الكرام شعار بن عويضان التوقيت مشاهدينا الكرام 6:34 تهانينا والناموس للسيد سهيل بن سالم بن راشود على هذا الفوز والانتصار.